بتوفر في اي بيت. انظف بها السجاده. اللي ما جايبها معك؟ اللمامه ما جايبها والله معي. خلاص معناها المره الجايه. المره الجايه ان شاء الله. ف ثاني في المكانس العاديه برضه يعني في اسر اذا كان البيت كله سجاده الناس بتملك لها اله صغيرونه كده بتاعت هوفر بتنظف بها النظافه اليوميه بتاعتها. غير كده السجاد لما يصل مرحله او تجي الاعياد طبعا دي النظافه الكبرى يعني موسم النظافه موسم النظافه فالناس بيقوموا يشيلوا السجاد يغسلوه برا في المغاسل خاصه مرات بيودوا مغاسل العربات وكده بتغسل. لكن انا لاحظت انه السجاد اللي بيمشي مغاسل العربات بيجي فيه ريحه كده بالضبط ايوه ليه؟ لانه ما بيستخدموا صابون ما بيستخدموا الحاجه المخصصه للسجاد. يعني الحمد لله هسه الناس اتطورت بقت في شامبوهات مخصصه للسجاد الناس بتغسل بها بعدك السجاده بتكون نظيفه اول بتشال البقع تشيل ثالث انها ما بتكون عامله ريحه. طيب انت مهتمين بالنظافه ونظافه السجاد فيعني الان قدامنا السجاده وحابين نحافظ على السجاده من الغبار فكيف يمكن ان نحافظ عليها بشكلها باللون الجميل اللي فيها وايضا ب يعني الديزاين اللي موجود باشكال مختلفه فانا كيف اقدر احافظ على السجاد من الغبار؟ طيب اللي هو بالنظافه لو ما قلنا اليوميه يعني اسبوعيه النظافه بتختلف في ناس بالمكنسه عندنا في السودان مكنسه السحف العاديه في ناس في انتشرت المكانس الالكترونيه وغيرها من الاشياء ففي مكانس عن طريق البخار او شفط الغبار من من السجاد فكل له تاثيراته يعني ايهما افضل له تاثيرات اكيد المكنه الكبيره اللي هي بتنظف لك السجاده نظافه المثلى نقول لكن يوميا نحن محتاجين للمامه اللي حتجيبها معاك انا مصر انه بكره ان شاء الله عشان نوري كيف نلمم الفضلات محمد مصر برضه على انه الاطفال والشوكولاتات والحاجات اللي مشكله كبيره جدا صراحه يعني اخواني الصغار في البيت لهم تحيه وصحه وسلامه وعافيه لانهم صراحه عاملين غلبه كبيره جدا. طيب فعلا فارس حنمشي ليها وعلشان انه مخرجنا قال انه المحاور سرعه لانه خلاص الزمن عدى وحابين نحافظ على النظافه والنظافه طبعا هي من الايمان ففارس لسه في السجاد يعني لانه عامل مشكله كبيره جدا لحوة. تمام نخليها انه تورينا كيف النظافه المثلى له. حاضر جدا. طبعا اكيد بيان بالعمل عزيز المشاهد وحنشوف استاذه انعام حموره كيف بتعمل على نظافه السجاد وكالعاده الصوره هي ابلغ من التعبير. من اليوم حواء السودانيه حتكون سعيده جدا لانه في ادوات بسيطه جدا تخلي السجاد هو زي ما يقولوا المع ونظيف جدا. طيب عندنا مادتين اللي هي فانش دي دي ايوه دي حبيبات انا بكبها على المويه في الجردل وبخلطها او بس يعني بستخدم اخلطهم الاثنين او استخدم ده شامبو ايوه بتاع سجاد بحطه على المكنه. فانيش ده متخصص للسجاد للبقع للسجاد يعني كويس جدا لكل الاستعمالات التنظيف السودانيه موجوده. طيب حنستعمل المكنه المكنه عندها ثلاثه مراحل لنظافه السجاد. طيب. المرحلة الأولى بتشفط الغبار. طيب. أيوة المرحلة الثانية بتدينا صابون وفي نفس الوقت بتشفط الصابون. يعني بتشفط الغبار بتصبن السجادة وبتنظف الصابون. طيب نشوف والمرحلة الثالثة اللي هي بتجفف. أنا لازم التجفيف يكون عالي عشان الريحة اللي هي تقضي على البكتيريا وعشان لو كان مبلل ذاته ده بيكون عرضة لأنه يتوسخ بشكل صح. أسرع يعني. صح. مثلا ضيم بالعمل عشان الصورة تبدو أبلغ من التعبير والماكينة حتشتغل أكيد ونبدأ بداية عملية فعلية أكيد للنظافة وحواء السودانية أكيد اليوم حتكون نظيفة وكل حواء بتتابعنا فكيف أو أيضا كشباب أيضا يا فارس نحن ما نخلينا النظافة على حواء بس أو أختنا في البيت أيضا نحن كشباب نهتم بالنظافة في بيوتنا فبتساعد في نظافة السجاد يا فارس؟ لا والله بصراحة يعني ليه فارس الحياة مشاركة عشان نخلي البيت دائما هو تحفة وجمال لا أنا أتكلم هنا بكل أمانة وبكل وضوح وشفافية لكن أعتقد أنه نظافة السجادة يا محمد وحتى زي ما قلت قبل أنه الكراسي ممكن تكون في منها نوع من الشاموة القماش الشاموة أو المشغول من الأقمشة بيكون في صعوبة جدا على أنه كيف نقدر نتعامل معه وبنلقى أنه الطرق التقليدية للتعامل اللي هم بيعملوا صابون بتاع بودرة أو صابون سائل
وبيجيبوا قطعة قماش وبيقعدوا جزء جزء من 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 السجاد. فارس أنا مصر إنه على الأطفال اللي موجودين في البيت أستاذ نعم، الأطفال اللي في البيت صراحة يعني أول حاجة بالغبار ممكن يخلوا النوافذ فاتحة الغبار يدخل، بعد ذاك يعني حتى بغاية الأكل اللي موجودة عادية، بعد ذاك المشروبات الغازية وبتكون كالعادة هي موجودة في السجادة أيضا، بتكون في الكراسي، بعد ذاك بنسمع إنه في صراخ من الأم وبنسمع إنه أيضا في صراخ من الأبو يا ولد وسخت لنا السجاد وغيره من المشاكل. وطبعا نحن في رمضان معروف إنه في رمضان طول بالك السجاد يكون نظيف وأيضا لكراسينا أيضا رمضان كمان محمد المشروبات بتكون فيه كثيرة يعني الأبو والكركديه وغيره من التفاصيل بتكون كثيره. مدام انعام لحد ما يا ريت ترجع على كرسيك لحد ما الشباب يجهزوا الحاجات، خلينا نتكلم عن انه كنا بندردش انا ومحمد هسي على انه بنلقى الاسر السودانيه في الطرق التقليديه اللي هو بنعمل صابون بودره وبنعمل في قطعه ومويه كده وبنبدا شيء على البقعه والحته. اثر المنظفات دي على يعني هلاك السجاده او المحافظه على السجاده؟ الحمد لله اخيرا هو برشتها. هي طبعا طيب. اتعملت المنظفات دي مخصصه يعني مثلا هنا كاربت كينج مخصصه لانه هي تشتغل كده يعني اكيد ما حتقوم تعزيها. هقول لمشاهدينا يعني فارس حيسمع صوت ماكينه النظافه، الحين حنعتذر انه حيسمع صوت ماكينه النظافه، طبعا اكيد صوتها حتكون اعلى مننا لان هي ماكينه. ايضا استاذه انعام حتكون يعني بيان بالعمل في كيفيه النظافه بمواصفات صحيه وايضا من خلال لبس كمامه خاصه بعمليه النظافه. فانا بعتذر انه استاذه انعام الفقره كلها حتكون معاها، بعتذر ايضا حنسمع صوت الماكينه. محمد قبل ما نسمع صوت الماكينه انا دا يعني لازم انه نوصل صوت كل السيدات اللي بيتابعونا واللي بيستعملوا صابون البودرة العادي اللي بيشتروه من الدكان ده بجنيه ولا باثنين جنيه وبنظفوا به السجاد. انا ما قصدي تماما انه الشامبوهات المخصصه او المنظفات المخصصه للسجاد والمفروشات زي اللي انت معاك الان، دوره شنو يعني؟ هل هو منظف ولا ممكن يبوظ السجاد؟ منظف طبعا يعني المنظفات درجات تبتدي من اقل حاجه عشان تكون في متناول الجميع. يعني مثلا في اسر ما بتقدر مثلا تجيب شامبو مثلا بتاع سجاد وهو سعر بيكون مثلا اقل، الصابون بيعمل نفس العمليه بس الطريقه لازم انه الزول اغسل 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 شديد ويعرض السجاده مثلا للشمس عشان اغسل بعد التصبين يعني اغسل ايوه اغسل بعد التصبين ويكون بمويه كثيره جدا جدا. لكن بهلك برضه بهلك السجاده بهلك طبعا بغير لونه بغير شكله. يلا المساحه لك الان استاذ انعام، فنحن ما حنتكلم ولا حنشاركك ولا حنقاطعك ابدا. صوت الماكينه حتكون اكبر واكيد هنا الصوره حتبقى ابلغ من التعبير. نشاهد عزيزي المشاهد وكيفيه النظافه ونظافه السجاد. طيب المرحله الاولى هنشفط القبار من السجاد، المرحله الاولى جابوا سجاده صعبه شويه دي المرحلة الأولى إنه شفطنا القبار نقول يعني لأنه زمن البرنامج معليش ما بيسمع نعمل جزء أيوة الجزء طيب لو وريتك البوكس ما حتقول نظيفة تعال تفضل نواصل لأنه مرات أشكال السجاد بيكون نظيف لكن ظاهر إنه نظيف ده البوكس الكاميرا التراب أيوة يعني حتى لو كان العين ما موضحة وهو بيبين. طيب نبدأ في المرحلة الثانية مباشرة يعني المرحلة الثانية اللي هي برش صابون في المرحلة الثالثة اللي هو خلاص كده مثلا اديت الصابون هوريكم بعد شوية نجفف
نعتبر روحنا جففنا. ايوه نعتبر روحنا جففنا. نعتبر روحنا جففنا في زمن البرنامج. ايوه. وده سجادتك اللي قلتها. لا ما بدي نوريها الكاميرا. اللي نوريها الكاميرا. انت عارف يا محمد معناها يبقى يعني العين المجرده احيانا يا دكتوره استاذ انعام انه ما بتكفي في الحاجات زي دي خاصه. اكيد طبعا أكيد. ودايما الجهاز بيفضح. اكيد. وكده بنكون ان شاء الله تقريبا من نظافه الشركه حتقدم لكم نظافه سجاده في القناه واطقم الجلوس اللي حتقدموا عليها. نعم لكن ده اعلان مباشر. طيب عبر حقل البرتقال. طيب حنشوف الطقم محمد. نعم قبل الطقم حنمشي في السجاد نفسه. فاكيد انا شايف انه يعني كانوا بعد عمليات النظافه يعني كانوا السجاد هو يعني اهلك نوعا ما او شكله اتغير. فهل لها تاثير انه مثلا بيتغير مثلا شكله انه اذا كان هو عمره الافتراضي مثلا يعدي سنتين فانا شايف بالشكل الحالي ده ممكن يعدي سنتين ونص لانه الاله المستخدمه دي هي تبدو انه الان حديد وفي استخدمت اشياء الان هو شكله يتغير نوعا ما. هل لها تاثير انه بتنهك السجاد اكثر؟ نعم لها تاثير. لها تاثير بتحافظ على السجاد اطول فترة أو زمن ممكن. العكس يعني. تماما يعني ما بتنهيك السجاد أكثر يعني. لا لا طيب. اللي بتنهيك ودي الحاجات التقليدية هي اللي نعم. ترتها في البداية. طيب نجي للكرسي. طيب بالنسبة للطقم برضه بيمر الجلوس. بنفس المراحل اللي بتمر بها السجاد. أول مكنة أساسا ده شغلها إنها هي بتشفط القبار أول وبتغسل مع شفط لأنه المسدس ده زاوية قائمة فقوة الشفط بتاعت المكنة ذاتها كبيرة جدا جدا. في يعني تشتغل نفس شغل او قريب للدراي كلين. يعني نفس يعني انا لما اخلص مثلا من الحته دي الكرسي خلاص قابل للاستعمال مباشره ما بياخذ وقت يعني مباشرة. يلا مثلا طيب. نموذج تفضل خالد نموذج بنفس المراحل مثلا هنا يا خالد فوق تعال بالجاي خالد نعتبر برضو مرحلة شفط القبار انتهت. نعتبر انتهت. نعتبر انتهت. وحاشتغل على الحتة دي الظاهرة دي. عندي فرشة سوري عندي فرشة ناعمة بجيبها للبقع. المسدس بالنسبة للمدام في البيت نقول أو ست البيت برضو ممكن يعني ما بالضرورة إنها هي إلا تجيب عامل المشين الكبير ده يس أيوة إلا تجيب عامل على المكنة لاحظوا نعتبر انه اتعملت نعتبر انه اتعملت المرحله الاخيره المرحله فارس انا صراحه لحد ما الشرطه والاشاره بدات هي واضحه الفريق واضح فانا اشرتك من على البعد انه الفريق واضح برافو عليك بصراحه الفريق بقى واضح جدا يعني جميل ما محتاج نطلع البوكس المره دي شكرا جزيلا لك كثير انا بدي اسال سريعا وسؤال اخير مدام انعام شكرا لك يا استاذ الله يخليك استاذ خالد سريعا سعر البوكس ده او سعر المشين او المكنه بتاعه النظافه دي اللي هي فيها ثلاثه مراحل سعرها كيف بالنسبه للاسره العاديه طب هي سعرها 10000 جنيه سوداني 10 مليون
10 مليون اللي هي مكنة ألمانية كارشا من أقوى المكنات. طيب ده ترويج للماكينة، لكن أنا حاسألك سؤال من ناحية طبية. أنت قلتي إنه ممكن يعني النساء يا فارس استخدموا الجهاز. نعم في نساء يعني لصحتهن دائما الحوامل، هل الجهاز فيه مثلا إرشادات معينة يعني كيفية الاستخدام؟ هل هو ينفع للحوامل أيضا لاستخدام هذا الجهاز من خلال الوحدة حابة تنظف منزلة؟ أو للأطفال؟ طبعا الجهاز عادي مؤمن. اللي هو البوكس شايفه مقفول ما بيطلع قبار. اللي هو طريقة شغله إنه هو بيشفط القبار أو بعد تدي موية يعني من هنا وبيخرطوش. أشوف. تفضل. فارس. ضغطت هنا مسدس، لو ضغطت أوب سوري. لو ضغطت هنا موية بيشفط من هنا وبيطلع زي الهوفر يعني. طبعا انا حاسس برضه سؤال ثاني اللي هو مثلا يعني حتى انا حابه انظف المنزل، يعني انا حابه اجعل السجاد هو يكون نظيف، لكن ايضا انا حابه نفسي انا اكون نظيف. فبنشوف انه من خلال السيدات في المنازل بيستخدموا الجهاز، يعني ما في كمامات او شواخي من القبار والاتربه اللي هي بتكون تنبعث من السجاد الموجود، فكيف نضمن سلامه العامل من خلال هذه الاله؟ طبعا لازم ادوات السلامه دي تتوفر، خاصه الناس او شركات النظافه يعني عموما بيستخدموها. اللي هو هسه هو لابس كمامه ولابس جلوفز، لازم يعني. لانه القبار مؤذي شديد طبعا. تقريبا المؤذي كمان اكثر من الغبار هي يعني المواد اللي بتبعث من الصوابين ذاتها والمنظفات، لان المواد الكيميائيه اكثر خطوره من الغبار. مدام عام نحن بنقول لك في المساحه دي بارك الله فيك، وان شاء الله كل السيدات اللي بتابعونا عبر حقل البرتقال المتابعين لنا يكونوا استفادوا من الارشادات دي، سواء كان انه يودوا سجادهم او الكراسي لمحلات مختصه للنظافه، او كمان اشتروا الجهاز اذا كانوا. فارس انا حود على المشاهدين انت واصل في بقيه السجاده كامله، لان هي عملت جزء منها وايضا عملت جزء من الكرسي. انا واصل في النظافه يعني. انا حابب انه اشكر شكرا لك كثير مدام عام، ان شاء الله تشرفيني يومي بمساحه جديده ومختلفه وتجاوبي على اسئله كل الساده المشاهدين اللي بيبعثوها لنا بالايميل كل مره عن مره، وللعرايس الجداد كمان نوريهم الطرق. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يغفرك. شكرا لك خالد. شكرا جزيلا لكل الساده المشاهدين. محمد عندك شنو من فقرات ثانيه؟ نعم بس الحاجه اللي عندي انه بس اكمل نظافه بقيه السجاده والكرسي. مشاهدينا في كل مكان بنتواصل معكم، وحقل البرتقال في قناه الحريه والجمال، قناه درمان الفضائيه، فقرات مختلفه.